الطفله دلوقتي كانت زمان بتيجي في حريه شويه بالنسبه للشغل، كان ممكن العربيه تطلع الصبح تطلع بالليل تطلع في اي وقت. عارف انت الحظر الجديد ده، موضوع الحظر ده خلى العربيات بتشتغل ورديه واحده، فالكميه اللي انت عايزها بتيجي دلوقتي تلت كميه بس. فطبعا بالنسبه للمصنع بيبقى في مشقه شويه في حكايه ان مستلزمات الانتاج توصل له في الكافيه يعني. النقل بكام دلوقتي؟ العمليه بقت تكلفه عاليه جدا ومفيش يعني هامش الربح بقى مفيش قليل خالص بالنسبه للمصروفات يعني. يعني النهارده عشان تشتغل بتعاني من حكايه الاسعار، فده اللي حتى يعني خلى الحركه بطيئه يعني. عمليه الرقل بتاع ده البيع والشراء مفيش، المعروض كتير قوي ومفيش طلب، واخد بالك؟ فطبعا زمان دي كان واضح، كنا بنصنع ونبيع الكميه اللي عندنا، النهارده بنصنع ومفيش سحب. بننزل العجله نخليها بتنزل، بناخدها فاضيه نطلعها فوق على الترابيزه بيحملوها ننزلها مليانه. تمام، فاهمني ازاي؟ بالطوب بيترص وبيغطيه والكلام ده. بخلص هنا واطلع اركب عربيه بالاجره عشان المعيشه تمشي. شغلي بشيل عتاله، بشيل طوب، شغال في الطينه، شغلي شغال يوم 3 أيام في الأسبوع. هعمل ايه؟ بنروح من هنا ما بنلاقيش حاجة نعملها. ما فيش حاجة تنعيم، كل حاجة غالية، الغاز والخضار كل حاجة غالية. من الحاجات الخامات اللي انا بجيبها يعني التكلفة بتاعت العربية اللي بتنقل، التكلفة بتاع المحجر اللي بيحمل، تكلفة المخالفات المرور، عدم منع العربيات من المشي بالنهار، ده كله بيزود التكلفه. فالنهارده السعر غير الاول، هي دي اساس المشكله يعني.